بد يعيد كل المشاهدين أينما يشاهدوننا في كل بقاع العالم بحلول شهر رمضان المبارك. تابعونا لأنه بعد الفاصل المايسترا وردة الجزائرية باقية هي الأصل معنا الليلة. وردة الجزائرية، أهلا وسهلا فيك مجددا بلبنان بأولى حلقات المايسترو. حضرتك اللا مايسترا هيك بتطلي ببعلبك؟ أه؟ بتضوي ببعلبك؟ بحب ببعلبك لأني ما أعرفش، مجرد ما أكون على الخشبة يحصل لي شيء، كأنه كل التاريخ جوايا، تاريخ لبنان وفينيقيا فينيسيا. وردة، هودي البنزي اللي محطوطين الأوسمة، نعم، من مين؟ فخورة بيهم، من سيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وده من جلالة الملك المغربي محمد السادس، فخورة بيهم. أكيد أكيد. فيما لو افتقرتي مجددا لا سمح الله؟ لا سمح الله. شو؟ بعيد. أه؟ مثل كتار من الفنانين بالعالم العربي، يعني في كتير ناس عندهم سوابق بيموتوا فقراء. أه. بيكونوا بيعزون بشهرتهم. بافاروتي، مايكل جاكسون، ميت مديون مليون دولار، يعني مش 100 مليون، بس يعني ما افتقر لدرجة انه تعذب. مايكل جاكسون كان برضك عايش في خير يعني. وبافاروتي ما عرفش مات من ايه، هو من مرض ما عرفش، كان غني وافتقر، دي ما عرفهاش برضه. كان عليه ديون. بس بالفنان العربي في ناس ما بيقدر يفوتوا على المستقبل، في ناس ما بيفكروش في مستقبلهم. في فنانين وفنانات كتير عاشوا لوقتهم، ما عاشوش لبكره، ما فكروش في بكره. انا اللي خلاني افوق شويه المرض، يوم ليك ويوم عليك، الدنيا مش دايما معاك، هي ذكرى. حبيبه قلبي الله يرحمها. تفضلي معي. يلا تفضلي. رح نحكي اكثر بالاصل والجذور والتراب والوطن. تفضلي تفضلي. ميرسي حبيبي. تفضلي. يلا انت حتكون هناك؟ انا رح اكون بوجهي. ممتاز. بس خليني اذكر المشاهدين انه ارتقينا بهذا الموسم من مايسترو تقديرا للارض وتقديرا لعناصر الكون. زهير مراد المصمم اللبناني العالمي اصر هالسنه، قال لي لنحترم هالعناصر يلي بألفوا الكون نحترمهم اقل شيء بتصميمنا، لذلك قرر انه بكل فقره نغير ربطه العنق حسب الفقره، يعني لانه نحن بالارض. نتمنى انها تبقى خضراء طبعا، فتقديرا للارض. حبينا انه بلفته بسيطه نكرمها. حلو. قد ايه بتحسي حالك بالسبعين خضراء بعدك؟ قلت لك القلب كل شيء. الانسان لو ما عنده هدف هنا بيكبر. انا هدفي اني اغني كويس واني انجح في البوماتي وبس، وربنا يستر للكل يعني. بس حضرتك من الجزائر؟ نعم. وتحديدا من سوهراس. سوهراس. سوهراس، اهراس كلمه تعني زي الاطلس، زي انما بلد صغيره قوي يعني، ما بتعتبرش. نعم. نحن فريق البرنامج في الجزائر صور هذا المقتطف. هالسيجمنت الصغير منتابعه ونتابع. اوكي. من سوق أهراس. نعم. إلى وردة الجزائرية، لو سمحتوا ممكن نوصل الأمانة؟ عم
عنا أمانة لحضرتك. من جهراز؟ أيوة من سيلا. شكرا سيلا، مساء الخير، تفضلي. أهلا حبيبتي، أهلا. مساء الخير. دتراب. كيفك؟ شكرا. أهلا. من سوق أهراس إليكي من تراب بلدك. بجد بجد ولا؟ بجد بجد, بجد, بجد. من تراب بلدك من سوق أهراس. الله الله الله. زميلنا المصور يلي نفذ وصور الروبورتاج أتى من تراب بلدك. سوق أهراس. أرض الوالدين، أرض بابا. هالتراب يمكن بيحمل رفات ناس نعرفهم أو ما بنعرفهم. من بعد سنوات من العمر رح نرجع إلى التراب. نعود إلى التراب. قد بتحسي المجد والشهرة والمهرجانات واسم وردة الجزائرية والطنة والرنة كلها؟ إنما آخرتنا كلها شبرين. لذلك هالواحد فرانكلين ما يتغرش. الرئيس الأمريكي بيقول شغلة كتير حلوة، فرانكلين بيقول إذا أنت فعلا غني ليه ما بتحمل كل مقتنياتك إلى العالم الآخر؟ الغني إذا فعلا كنت سري ليه ما بتحملهم إلى العالم الآخر؟ يقال إنه الكفن ما له جياب. قدي صح بهمك من بعد ما برمتي باريس، بيروت، مصر انه ترجعي الى الجزائر؟ ما انا رجعت الجزائر للارض الطيبه لما عملت العمليه الجامده بتاعتي، عشان حسيت انه ما فيش غير هناك اللي عشان يعني اهدى وانسى الوجع. خدت 3 سنين. عشتي غربه الوطن ورده؟ طبعا طول عمري، مولوده في باريس بس مع بابا حسيت ان احنا في غربه، لاني كنت بحب باريس انا بحبها ولحد دلوقتي بحبها، انما ما بحبش فرنسا، بحب باريس عشان مولوده فيها. لكن الغربه طول عمري، ما انا ابتديت اول غنوه ليا اسمها مش مليت من الغربه، اسمها ايه يا رب؟ استنى مليت من الغربه بالتسعينات. مليت الغربه بالتسعينات. ده بالتسعينات، لا في واحده قبل كده. يا ربي الموسيقى بتمنعني اني افكر. لو سمحتوا فينا نخفض الموسيقى؟ خفض شوية. خفضوا الموسيقى، قصروا على الصوت. أيوة. ما إيه؟ أي أغنية؟ ما إيه؟ شو بتقول؟ يا مروح لبلادي سلم لي عليهم. كيف اللحن؟ يا مروح لبلادي سلم لي عليهم، قتلني البعاد بتوحش ليهم. وانا عندي 11 سنه غنيت دي. الله. فانت عارف باعت مليون في فرنسا؟ لان كل الجزائريين كانوا في فرنسا وادوني الميكروفون الذهبي عشان الغنوه دي. اها. فاتي ماركوني. جيتي على بيروت، وبيروت كمان ارض بيروت استقبلتك ولا زالت يعني ولا زال لبنان. طبعا. كنت بكازينو تانيوس بالصيف. وبفونتانا بالشتاء. بفونتانا تشتغلي. نعم. هونيك تعرفتي على بالكازينو فوق، تعرفتي بكازينو تانيوس من المشاهير؟ سامية جمال كانت بتفتح بترقص وانا بغني بعدها، وكنت بموت فيها وهي طيبه قوي قوي. وسامية خطبت بليغ حمدي بفترة. هي فضلت مع اتجوزت تجوزت اتجوزت معاه سنه. رح نرجع لبليغ بس بحبها برضك.